السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في قناة حكايات. قصتنا اليوم بعنوان القروي وأبناء المدينة من كتاب الكلام رأس مال. أرجو أن تنال إعجابكم. في يوم من الأيام كان يجلس بعض أبناء المدينة، وإذا بقروي يأتي يقود حماره ليبيعه في السوق. وأمام هذا القروي يسير مهرج ذاهب إلى السوق ليؤدي ألعابه، يسير ويطبلون له وهو يرقص، وهو يرمي فأسا إلى أعلى ثم يلتقطها. عندما رأى المدنيون هذا القروي يفتح فمه عجبا وهو ينظر إلى المهرج ولم ينتبه إلى الحمار الذي يقوده، قال واحد منهم: ألا تعرفون الآن أنه ممكن أن آخذ من هذا الطائش حماره بسهولة لو أردت؟ قال الباقون: إذا لم يكن كلاما للتسلية كيف تفعل ذلك؟ هل ستضربه وتأخذه؟ لن تستطيع، نحن لسنا بالليل ولا تستطيع أن تسرقه. ثم قام المدني وسار خلف القروي ورفاقه يتسللون وراءه، وحشر نفسه ووضع الحبل الذي حول رقبة الحمار في رقبته، وسلم الحمار لرفاقه فأخذوه. وطالما رأى صاحب الحمار أمرا مثيرا أمامه واصل السير فاغرا فاه من شدة الدهشة وهو يتفرج على هذا المهرج. وعندما رأى هذا المدني أن إخوته ابتعدوا بالحمار أخذ يجمح فيشده القروي وينهره، ولكنه لم يلتفت ليرى ما حدث، وآثر أن يتابع المهرج حتى لا يعمل ألعابا مسلية ولا يراها. وعندما وجد الحمار لا يتبعه التفت ليضربه ويواصل السير، وبمجرد أن التفت وجد رجلا بدلا من الحمار فتعجب وقال: أنت، ماذا حدث؟ قال المدني: أنا حمارك، انتظر لتسمع قصتي، لأن ما حدث أمرا عجيب. لم أكن حمارا في الأصل، ولكني إنسان مثلك أعيش مع أمي، وذات يوم غرني شبابي فشربت الخمر وذهبت إلى المنزل، ولم تعرف أمي ما شربت فلامتني لوما خفيفا ولم تغضب، ولعلك تعرف أن من يسكر لا يشعر بنفسه فسببتها، فأمسكت رأسها من الألم ونظرت إلي وقالت: أنت تسبني؟ هل عشت إلى اليوم الذي يسب فيه الإبن والديه؟ ولعلك تعرف حال السكران، فقلت لها: أسبك؟ من أنت لأسبك؟ فوضعت رأسها بين يديها وصرخت وطلبت من الله أن أتحول حمارا. ومنذ ذلك اليوم وأنا حمار حتى شاء الله أن أقع بين يديك، والآن أرى أنها قد غفرت لي فعدت إنسانا. عندما سمع القروي ذلك أخذته الشفقة فبحلق فيه وقال: بالله عليك أطع كلام والديك، لا تدع الشباب يغرك ولا تتفاخر بالكذب، منظرك شاب وسيم ولكن قلبك سيء. سكت المدني وهو يسمع الوعظ ثم قال: سأعمل بوعظك لي. وغافل القروي وأخرج لسانه، فك القروي الحبل وتركه يسير فذهب إلى رفاقه، أخذوا الحمار إلى أحد المنازل وربطوه، وقبل يوم السوق ذهبوا ليبيعوه. لم يذهب القروي إلى السوق وعاد إلى منزله وأخبر زوجته بكل ما حدث، فشعروا بالشفقة على المدني لأنهم احتقروه وظنوه حمارا وليس بني آدم. وبعد 3 أيام أخذ اللصوص الحمار وذهبوا به إلى السوق ليبيعوه لينالوا ما ينفقونه في المدينة. وتصادف أن ذهب القروي ليشتري حمارا، كان الحمار الذي سرق منه أنثى، لذلك أراد أن يشتري حمارا ذكرا. عندما وصل السوق ونظر حوله رأى الحمار التي سرقت منه، فاقترب منها وأخذ يحدق فيها وهو يمص شفتيه قائلا: لعنك الله، كل الوعظ الذي قلته لك لم تهتم به، الإنسان لا يتخلى عن طبعه، تسكرون وتسببون للناس الخسارة، كل العذاب الذي أصابك عندي ولم تتب ثم تعود وتشرب الخمر. وتركه ومضى. عندما بحث ولم يجد حمارا يشتريه عاد إلى المنزل وقلبه مملوء حقدا على المدنيين. وفي المساء خفضوا ثمن الحمار وباعوه،
ولما حان موعد السوق التالي أخذ القروي نقوده وذهب إلى السوق ليبحث عن حماراً، وبالقرب من منزل الحاكم رأى المدني الذي قال أنه تحول فاشتراه، وقد ارتدى ثياباً نظيفة مزهرة متجهاً إلى السوق، فلما رآه القروي عرفه فتملكه الغيظ فقبض عليه وقال في نفسه: لا أقبل أن أخسر مالي من أجل هذا الفاسد. ثم نظر إلى المدني وقال له: عجبا، هل عدت رجلا مرة أخرى؟ سكت المدني وكأنه لم يسمع شيئا، فهجم عليه القروي وأمسكه ووضع البردعة فوق ظهره وقال أنه سيركبه ويجعله يجري به. كان المدني يظن أنه يمزح، ولكنه رأى القروي ينهض ويركب على كتفيه، وكان يفوق المدني في القوة والمصارعة، فحاول المدني إسقاطه فلم يستطع. تجمع الناس في المكان ليروا حكمة الله، ولكن القروي لم يهتم بهم واستمر في شأنه، وأخذ يهز رجليه كأنه يركب حمارا ويضربه بكعبيه في بطنه. ولما رأى المدني أنه لا مفر ركض على الأرض، فركب عليه القروي وأخذ يضربه ليقوم ويذهب به، وهو يقول: حتى لو سحبتك لابد أن آخذك إلى منزلي، لقد أخذت مالي ولن أرضى أن يضيع هباء. سب أمك لتعيدك حمارا، لقد اشتريتك ولم أعرف أنها ستعود وتغفر لك وتعود إنسانا، لقد خسرت ولن أتركك. يوم الثلاثاء عندما ذهبت إلى السوق وجدت أنك فعلت شيئا فتحولت حمارا، اشتراك أحد الناس، واليوم أرى أنها غفرت لك فعدت إنسانا. تريد أن يخسر من اشتراك مثلي؟ ونظر إلى الناس المحيطين به وقال: بالله عليكم أيها الناس، ألا ترون أن ما أفعله من حقي؟ ثم انهال عليه ضربا ليقوم ويذهب به إلى القرية. وهم على هذه الحال جاء شرطي فأخذهما إلى منزل القاضي، فسأل القروي عما فعل فقص عليه كل شيء. فلما سمع الناس ذلك لم يتمالكوا أنفسهم من الضحك، وسأل القاضي المدني: أهكذا؟ قال المدني: لا، أنا لم أرى هذا القروي إلا اليوم. كان القاضي يعرف طباع مثل هذا الرجل، فطلب من الجنود أن يستجوبوه حتى يقول الحقيقة. عندما استلمه هؤلاء الذين يغضبون لغضب الغير وشعر بآلام الضرب قال: بالله عليكم انتظروا، بالله عليكم انتظروا. فانتظروا، فقص عليهم حكاية القروي واعترف بكل شيء، فتعجب الناس وأمر القاضي أن يدفع ثمن حماره 11 جنيها وشلنا واحدا كما اشتراه القروي. ولعلك تعرف المال عندما يكون في يد اللص لم يبقى منه سوى 6 جنيهات وشلن مما قبضه من ثمن الحمار في السوق السابق. وأمر القاضي أن يسجن المدني، ولما تسلم القروي المال انصرف لشأنه، وهو ما زال يعتقد أن الرجل تحول فعلا ولم يدرك الحيلة التي فعلها اللص ليسرق حماره. وفي الختام أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالقصة، وإلى لقاء آخر وحكاية جديدة، دمتم سالمين.